إجا جندي زتني على الأرض وبلش في كوسات شلالية هيك كور، فقدت الوعي ساعتها. هلا أنا كنت نازلة من عند الدكتور أنا ومرت أخوي، وكان في مواجهات في باب الزاوية والجيش هجموا على الناس، فإجت مجندة إنه تدفعني إنه يلا روحوا على البيت. قلت لها لا بروح، عنا مشيين. هلا طبعا الفيديو اللي انتو شفتوه ما كانش كامل، وهي سحلتني بشدة وبعنف قبل نصل مقابل الهيبرون سنتر بستة متر، وضلت سحلتني بعنف لمقابل الهيبرون سنتر، وهناك تم الاعتداء علي. طبعا كدمات بأنحاء جسمي، بوجهي هون نزل دم، وبراسي خبطتنا. طبعا مش بس هي وعدة جنود. يعني أنا لحتى الآن أصلا مصدومة من اللي شفته. صحيت الصبح مش حاسة بجسمي من مرة، عيني طول الليل وهي توجعني، راسي كتير كان في وجع من الكدمات. هلأ هذا أنا الموقف اللي صار معي كان صعب كتير، ورجع ذاكرتي لوقت ما تم اعتقالي. صار نفس الموقف، هو صار نفس الموقف، فرجعت لذاكرتي وذكرني وقت استشهاد هديل الهشلمون يعني طخوها وهيك استشهدها. أنا اليوم رسالتي لكل واحد عنده شوية نخوة شوية ضمير، إنه كيف برضه بتشوف بنت بلدك بصير فيها هيك إشي وبتوقف تتفرج، وين الجهات المختصة؟ وين المسؤولين؟ وين الكبار؟ يعني مش شايفة حدا متحرك لهذا الإشي.